مش ممكن، هي راحت فين؟ راحت فين؟ هي راحت فين بس؟ نني انت بتدور على حاجة؟ ايوة يا فلفل، الوردة بتاعتي مش لاقيها. انت متأكد؟ طيب دورت عليها كويس؟ ايوة، انا كنت حاططها في قصرية لوحدها هنا على السور جنب الشجرة دي. وردتي الجميلة يا ترى راحت فين؟ ما تقلقش يا نمنم، ثانية واحدة. المفتش فلفل هيحل اللغز الخطير ده. انت قلت لي الوردة كانت فين؟ هنا يا فلفل. انا لقيت اول دليل يوصلنا للوردة. بجد يا فلفل؟ لقيت ايه؟ توكة شعر لونها احمر، دي اكيد وقعت من شعر اللي اخذ الوردة. يعني اللي اخذ الوردة واحد بيربط شعره بتوكة حمرة؟ مش بالظبط يا نمنم، غالبا التوكة دي بتاعت بنت مش ولد، يعني نقدر نقول اللي اخذ الوردة بتاعتك يا نمنم بنت عندها توكة حمرة. ايه ده؟ مش ممكن، دي اثار رجلين على الارض، دي اكيد اثار رجلين البنت اللي اخذت الوردة، ده دليل مهم جدا. وكمان في الوان جنب اثار الرجلين، حاجة غريبة. دلوقتي احنا عندنا توكة شعر بناتي لونها احمر واثار رجلين واثار الوان كمان، مش ممكن. نمنم انت شفت خوخة النهاردة؟ خوخة؟ خوخة خوخة كانت ماشية جنب السور. خلاص انا عرفت مين اللي اخذ الوردة. تعال يا نمنم. عرفت يا فلفل؟ طيب هي دي الوردة بتاعتك يا نمنم؟ ايوه، بس دي رسمة الوردة مش الوردة يا فلفل. يعني الوردة اللي بتدور عليها شكلها كده؟ ايوه. الورد جميل جميل الورد الورد. كل واحد يفضل مكانه. ايه ده؟ في ايه؟ في ايه؟ في انك حاطة توكة حمرة في شعرك ومعاكي الوان، يعني بتحب الرسم، واثار الرجلين اللي في الجنينة اكيد بتاعتك لانها وصلتنا من عند السور لهنا، وفعلا انت رسمتي رسمة لوردة نمنم، يعني انت اللي اخدت الوردة. ليه يا خوخة؟ ليه تاخدي الوردة بتاعتي؟ نمنم انا قلت لك اني هاخد الوردة عشان ارسمها، انت اكيد نسيت. نسيت؟ نمنم الكلام ده صحيح؟ دي محطة القطر بتاعت اسكندرية. انا عليا، ودول ماما وبابا، وده اخويا محمود. احنا مسافرين من القاهرة لاسكندرية عشان نتفسح في اجازة نص السنة. انا ومحمود اول مرة نيجي اسكندرية. التاكسي في اسكندرية لونه مختلف عن تاكسي القاهرة. تاكسي اسكندرية لونه اصفر في اسود. بابا لقى تاكسي فاضي، السواق نزل يساعده ويحط الشنط بتاعتنا ورا في شنطة العربية. اسكندرية مدينة كبيرة قوي، عايشين فيها ناس كتير. ماما وبابا خدونا نتفرج على ميدان كبير اسمه ميدان الساعة، فيه نافورة وتمثال وساعة كبيرة قوي في وسط جنينة، عشان كده سموا الميدان ميدان الساعة. أنا أخدت صور جميلة للساعة الكبيرة دي، وكمان خدت صور لبابا وماما ومحمود. بعد كده رحنا متحف اسكندرية القومي. المتحف ده محطوط جواه تماثيل وتحف قديمة من آلاف السنين. ماما قرت في الكتاب إن التحف والتماثيل دي من أيام الإغريق والرومان والإسكندر الأكبر. الإسكندر الأكبر هو اللي أسس اسكندرية، يعني اللي بنى اسكندرية، عشان كده اتسمت على اسمه. شفنا لوحة كبيرة قوي عليها خريطة اسكندرية القديمة بتشرح شكل اسكندرية زمان وقت العصور القديمة. ده المسرح الروماني. المسرح ده من أقدم المسارح في العالم، لسه لغاية دلوقتي زي ما هو محافظ على شكله القديم. زمان كانوا بيعرضوا عليه المسرحيات وكانوا بيمثلوا هنا. أنا كمان قلدت التمثيل بتاعهم
وحييت التحية بتاعت ممثلات زمان. تاني يوم رحنا حصن قايد باي. الحصن ده بناه ملك قديم اسمه قايد باي من أكتر من 500 سنة. الحصن جامد وأسواره عالية علشان يحمي اسكندرية من الأعداء. طلعنا فوق الحصن وخدت صورة تذكارية عشان احتفظ بيها طول العمر، واتفرجنا على اسكندرية وشفنا المراكب من فوق. بعد كده رحنا استاد اسكندرية. الاستاد ده مبني من زمان، يعتبر أقدم استاد في مصر كلها. الملعب بتاعه كبير قوي. قعدنا نلعب بكرة محمود وقعدنا نشوط الكرة. أنا حطيت جون جميل وقضينا وقت جميل قوي. ركبنا الحنطورة على كوبري ستاند. على فكرة ده كوبري جديد بس مبني على الطراز القديم. كانت رحلة حلوة قوي، اتبسطت فيها أنا ومحمود. وبابا وماما وعدونا نيجي اسكندرية في الصيف عشان ننزل البحر. حقك علينا خوخة وفلفل. ازيكوا؟ عارفين دي ايه؟ واضح انها شهادة ميلادك يا خوخة. فعلا يا فلفل، عرفت ازاي؟ لان انا كمان عندي شهادة ميلاد. كل واحد المفروض يبقى عنده شهادة الميلاد بتاعته. وفي اي شهادة ميلاد يبقى مكتوب اسمنا وسننا والمكان اللي اتولدنا فيه. طبعا كل شهادات الميلاد. حلقتنا خلصت، نشوفكم في الحلقة الجاية. انت اصغر مني يا خوخة. وقت المغامرة مع هاني وسهامي. مساء الخير يا ابله نبيلة. مساء النور يا فلفل. ممكن سؤال يا ابله نبيلة؟ اتفضل يا فلفل. ليه جايبة معاكي الشمسية النهاردة بالذات؟ عشان اكون مستعدة لو الدنيا مطرت. بس الجو جميل جدا، انا مش شايف اي مطرة يا ابله نبيلة. يبقى هنعمل ايه بالشمسية؟ صحيح مفيش مطرة دلوقتي يا فلفل، لكن احتمال كبير الدنيا تمطر النهاردة. انا سمعت كده في اخبار الراديو، عشان كده لازم اكون مستعدة. وفعلا في شويه سحاب في السماء، بس مفيش اي حاجه تانية تقول ان الدنيا ممكن تمطر. برضو لازم اكون مستعده يا فلفل. انا هرجع البيت بعد شويه، يعني مش هحتاج شمسيه، بس اروح الاول اشتري عسليه من عند عم جرجس. بعد اذنك يا ابله نبيله. اتفضل يا فلفل. الهواء جامد جدا النهارده، بس برضو مفيش اي نقطه مطر. مساء الخير يا عم جرجس. اهلا اهلا، مساء النور يا فلفل. هو حضرتك كمان معاك شمسيه يا عم جرجس؟ هو ايه الحكايه؟ اصل في احتمال كبير قوي الدنيا تمطر النهارده يا فلفل، انا لسه قاريها في الجورنال دلوقتي. وبعدين احنا مش هنخسر حاجه لو عملنا حسابنا، مش كده ولا ايه يا فلفل؟ بس يا عم جرجس مفيش مطر، يبقى مش لازم اشيل شمسيه. ومع ذلك انا هروح اعدي على نمني من الاول وبعدين نروح سوا. زي ما تشوف يا فلفل، مع السلامه. ايه الحكاية؟ كل علامات المطر بتحصل، هوا جامد، صوت رعد، السماء مغيمة، بس برضو مفيش ولا نقطة مطر نزلت لحد دلوقتي. اكيد لو كان في مطر كنت انا هعرف. فلفل كويس انك وصلت هنا قبل ما الدنيا تمطر. تاني المطر؟ هو فين المطر ده؟ طبعا انت معاك شمسية برضو، يعني منين زي عم جرجس وقبل نبيلة. طبعا يا فلفل، انا عاوز اكون مستعد لو الدنيا مطرت وانا برا البيت. خالة خيرية قالت لي كده. شفت يا فلفل؟ شفت اه الدنيا مطرت اهو. بس انت كنت رايح فين يا فلفل؟ ابدا يا نمني، كنت جاي اروح معاك تحت الشمسية الكبيرة بتاعتك، لان المطر شديد جدا. طب يلا يا فلفل يلا. عارفين ده معاد ايه يا ولاد؟ ايوه ده معاد. معاد لعبه المدرسه. مظبوط،
ده أحسن برنامج للألعاب لعبة المدرسة مع مقدم برنامج الألعاب المفضل لأطفال المدرسة باسم المبتسم. شكرا 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 شكرا. أنا مقدم برنامج الألعاب الجميلة باسم المبتسم. قبل أي حاجة صباح الخير يا أولاد. صباح الخير يا أستاذ باسم. يا ترى مستعدين للعبة المدرسة؟ مستعدين يا أستاذ باسم. أوه جميل جميل. أنا هقول لكم إزاي هنلعب اللعبة سوا. هايل. ودلوقتي أنا هسأل كل واحد فيكم سؤال وبعدين هتظهر إجابات على اللوحة، لكن إجابة واحدة بس هي هتكون صح. ولازم علشان تكسبوا تقولوا إيه هي الإجابة الصح. اتفقنا؟ خالد السؤال الأول ليك. حاضر يا أستاذ باسم. جميل. كل مدرسة فيها شخص مهم جدا، الشخص ده بيساعدك لما تحتاجه ويعلمك حاجات جديدة. تعرف تقول لي مين الشخص ده؟ يا ترى هو المدرس ولا هو الغواص؟ افتكر يا خالد ان إجابة واحدة بس هي اللي صح. ايه هي الإجابة؟ هو المدرس. إجابة صحيحة. هايل هايل هايل. فعلا أهم شخص في المدرسة موجود علشان يساعدك ويعلمك حاجة جديدة، هو المدرس. جميل جميل. ودلوقتي السؤال الثاني وهيكون متوجه لي سلوى. أهلا سلوى. أهلا يا أستاذ باسم. مستعدة لسؤالنا؟ دايما جاهزة. لما تحبي تسألي مدرسك سؤال لازم ترفعي حاجة، يا ترى لازم ترفعي ايه؟ ترفعي ايدك ولا ترفعي شعرك؟ فكري. ارفع ايدي. صح يا سلوى. لما تحب تسأل المدرس بتاعك لازم ترفع ايدك. جميل. ودلوقتي سؤالنا الأخير وهنسأله لرندا. أهلا رندا. أهلا يا أستاذ باسم. ما تخافيش يا رندا واسمعي كويس لأنه سؤال صعب. حاجة جميلة المدرسين دايما بيعملوها في المدرسة، يا ترى ايه؟ هل بيقروا قصص ولا بيتمرجحوا؟ ايه هي الاجابه يا رندا؟ قصص مرجحه. بيقروا قصص. شاطره يا رندا. صح صح. هايله جدا. الحاجه اللي بيعملها المدرسين كتير في المدرسه هي قرايه القصص. ودلوقتي معاد أكتر لحظة مثيرة وهي إعلان اسم الفائز في لعبة المدرسة، والفائز هو مين؟ يا ترى مين؟ كلكم. مبروك مبروك كلكم علشان أنتم جاوبتم صح على الأسئلة، وده معناه أن كلكم هتفوزوا بمجموعة هدايا من جوائز لعبة المدرسة. أيوة، كل واحد فيكم هياخد علبة حلويات باسم المبتسم مع شنطة باسم المبتسم العبقرية وفيها كتب. أيوة، ومش بس كده، لكن جوه شنطة الكتب مجموعة أقلام رصاص رائعة. أيوة، وكمان معهم كتاب تلوين باسم المبتسم اللي مليان صور. وشايفين ايه كمان؟ كتاب قصة حياة باسم المبتسم المثيرة، العالم من وجهة نظر باسم بقلم كاتبكم المحبوب طبعا باسم المبتسم. ايوه، باسم المبتسم مبسوط بكم جدا وبيتمنى انكم تشتركوا دايما معاه في لعبة المدرسة. رائع رائع. وما تنسوش تتفرجوا على برنامج لعبة بعد المدرسة.
يا ترى انبسطتوا يا اولاد؟ رائع. الشمس شكلها حلوة قوي وهي بتغرب يا خوخة. فعلا يا نمنم، بس انا نفسي اعرف الشمس بتروح فين بعد الغروب؟ بتروح بيتها طبعا. بتروح بيتها؟ طب هو فين طيب؟ انا متاكد ان بيتها موجود ورا الاهرامات. يعني احنا لو روحنا ورا الاهرامات هنقدر نشوف بيت الشمس؟ اكيد طبعا. خلاص يلا نقول لعم جرجس عشان يجي معانا. هو اكيد هو عارف مكان بيت الشمس كويس. صح. عم جرجس. عم جرجس. ايوه يا خوخة. نعم عم جرجس، ممكن تيجي معانا مشوار؟ هتروحوا فين دلوقتي يا خوخة؟ عاوزين نروح بيت الشمس. بيت الشمس؟ بس انا معرفش مكان اسمه بيت الشمس يا نمنم. يا خسارة، كان نفسنا نروحه. ده احنا عملنا حسابنا وجبنا نظارات ومراوح عشان الدنيا هتبقى حر هناك. استنى 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 بس يا نمنم. بيت الشمس ده اللي انتوا عايزين تروحوه موجود فين بالظبط يا نمنم؟ موجود ورا الاهرامات. ورا الاهرامات؟ بس مفيش مكان ورا الاهرامات اسمه بيت الشمس. ازاي؟ احنا شفناه دلوقتي الشمس وهي نازله ورا الاهرامات. هتروح فين يعني؟ هو انتوا فاكرين ان الشمس لما بتغرب وبتنزل ورا الاهرامات بتروح بيت اسمه بيت الشمس؟ امال بتروح فين غير كده؟ الشمس ملهاش بيت يا نمنم عشان تروح فيه. ملهاش بيت؟ ها؟ طب ولما بتغرب بتروح فين طيب؟ الشمس لما بتغرب بتروح تشرق عند ناس تانيين يا خوخة. ناس تانيين؟ بس ورا الأهرامات. أيوة يا نمنم، بس وراها بكتير بكتير قوي يا نمنم. الشمس بتطلع عندهم وبيبقى عندهم هم صبح، وإحنا بيبقى عندنا إحنا بالليل. ها؟ يا سلام، يعني لما الشمس بتغرب هنا بتشرق في مكان تاني عند ناس تانيين. تمام يا خوخة. وبيبقى عند الناس التانيين دول نهار وعندنا احنا ليل. صح يا عم جرجس؟ صح يا نمن. طب ولما الشمس تغرب عند الناس التانيين ويبقى عندهم ليل بتروح فين؟ بترجع لنا احنا تاني وبتشرق عندنا، وبيبقى عندنا احنا نهار وعندهم هم بيبقى بالليل. الشمس موجودة في السماء على طول ومش بتروح. طب يلا بينا يا خوخة عشان ما نتأخرش. هتروحوا فين يا ولاد؟ هنروح المكان التاني اللي الشمس بتشرق فيه دلوقتي. يلا بينا يا خوخة. استنوا، مش هتلحقوها، هتكون رجعت لنا هنا تاني.